من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول. أرسل أمين ولا توصل بأجمعين. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى والأمن ما ترضى. اللهم أنت صاحب السفر والخليفة في المال والأهل والأولاد. اللهم حوّن علينا سفرا هذا واطمئن بعده. اللهم إنا نعوذ بك من مأساة السفر كآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والأولاد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت جعلت الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، إنا إلى ربنا لمنقلبون. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. صلوا على بركته. بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى. محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين. يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله. بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى. محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين. يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد. Di sebarang penjelasan keluarga dan juga panduan boleh tanya kepada Tuan Syed Nur Hisham ada, Ustaz Hakim ada, dan saya ada insyaAllah Ta'ala yang akan sentiasa bersedia untuk menjawab persoalan. Dan saya ingatkan tuan-tuan sekalian pada Ibu Rahman, kalau ada je kemusykilan jangan simpan, jangan pendam, jangan malu nak tanya. InsyaAllah kita memang berada di sini untuk ditanya dan apa yang kita mampu jawab insyaAllah. Dan nanti setiap kali kita nak buat suatu ibadat atau sebagainya, kita akan sentiasa briefing. Sebab kalau kita beritahu semua sekarang mungkin tak ingat. Setiap kali kita nak bergerak nanti di Madinah apa patut kita buat, di Mekah apa yang patut kita buat, waktu umrah apa kita patut buat, insyaAllah semua ni kita akan sentiasa update begini supaya kita dapat sesuatu yang sentiasa berterusan dan juga sesuatu yang mudah insyaAllah. Dan kita doakan semua ibadat ini diterima oleh Allah, dilakukan dengan betul, dilakukan dengan kesungguhan, dengan niat yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Jadi untuk memberkati perjalanan ini, kita akan sama-sama mengaminkan doa insyaAllah Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbi ajma'in. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرمين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والأولاد. اللهم إنا نعوذ بك من وأساء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والأولاد. اللهم يسر ولا تعسر واتمم لنا بالخير. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلية. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة.
غفر الله لنا وله من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم زودنا بالتقوى واغفر ذنوبنا وسهل لنا حيثما توجهنا. اللهم زودنا بالتقوى واغفر ذنوبنا وسهل لنا حيثما توجهنا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشف مرضانا وجرحانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وجرحانا وارحم موتانا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. رحمة للعالمين.